هيا أيها الجنود الشجعان، استعدوا للمعركة، فهذا يومكم. أنا سراقة بن مالك، أنا الذي سأنصركم. لقد أتى اليوم الذي ينال فيه المسلمون عقابهم، فليكن النصر لنا ولكم. المعركة بدأ شيء غريب يحدث، فقد كان الرجل يقتل قبل أن يصل السيف إلى جسده، وكان بعضهم يقع صريعا دون أن يمسه أحد، وكأن الجنود غيرنا يقاتلون معنا دون أن نراه. نعم، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا ويلي، إنهم الملائكة. يا ويلي، يا ويلي، ماذا أفعل؟ إلى أين يا سراقة؟ اتركني أيها الرجل، اتركني أيها اللعين. كيف أتركك؟ ألم تقل إنك ستجيرنا وإنك لن تفارقنا في الحرب؟ إني أرى ما لا ترون. اتركني، اتركني أيها العين. إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. الحمد لله الذي أيدنا بنصره على الكفار. الحمد لله. لنكمل حديثنا عن المعركة. وأثناء المعركة رأينا صبيين أكبر منا بأعوام قليلة، وكانت أعينهما تدور يمينا ويسارا كأنهما يبحثان عن شخص ما. ولقد سمعت أحد الصبيين يقول: والله لن أتركه، فقد عذب الكثير من المسلمين. أما الآخر فقد قال: وأنا أيضا، فقد سب رسول الله وآذاه كثيرا. من هو؟ أبو جهل، عمرو بن هشام. ما لبث أن اتجه إليه دون خوف أو تردد، وزادت فرحة المسلمين بسقوط عدو الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وانتصرنا وانتهت أحداث بدر بحمد الله. ولكن الأحداث لم تنتهي بعد. كيف هذا؟ سوف نشرح لك، فبعد انتصارنا بقيت مسألتان هامتان. ما هما؟ أولاهما مسألة الغنائم. الغنائم؟ قد اختلف الجنود على الغنائم. نحن أحق بها، لأننا قمنا بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته من المشركين. بل نحن أحق بها، لأننا تعقبنا المشركين عند فرارهم. وآخرون رأوا أنهم هم من يستحقون الغنائم، لأنهم جمعوها بعد أن كانت مبعثرة هنا وهناك. وكيف حسم الأمر؟ أشار البعض بالاحتكام إلى رسول الله. وبماذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قسم رسول الله الغنائم بالتساوي بين كل من شارك في بدر. ألا تعلم يا عمرو ماذا فعل رسول الله مع أسرى قريش؟ لا أعلم، ففور عودتي نمت نوما عميقا لم أستيقظ منه إلا صباح اليوم. وأنا أيضا مثلك. إذن فقد أتى دوري لأروي لكما، فأنا أعلم ما حدث مع الأسرى. فلتخبرنا على الفور بما حدث. حسنا، اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة ليشاورهم في الأمر. وبماذا أشار صحابة الرسول؟ لقد أشار أبو بكر الصديق بأخذ الرحمة بهم وافتدائهم بالمال. أما عمر بن الخطاب فقد أشار بقتلهم لأنهم أهل كفر وضلال. وبرأي من أخذ رسول الله؟ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق في أخذ فدية عن كل أسير. والذي ليس لديه مال ماذا يفعل؟ لكي يفتدي نفسه فعليه القيام بتعليم عشرات من المسلمين القراءة والكتابة.
ياه، ما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقدر العلم. ولا تنسى أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. الله أكبر، الله أكبر. إنه موعد صلاة الظهر، انتظراني حتى أغلق المحل ثم نذهب جميعا للصلاة. هيا بنا. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أوه ويحي، لقد انتهت المعركة وأنت ما زلت خائفا يا سيدي؟ لقد رأيته، لقد رأيتهم. رأيت من؟ رأيت الملائكة تقاتل مع محمد وأصحابه. الملائكة، يا ويلنا يا ويلنا، وماذا فعلت؟ أراك جريت مذعورا يا سيدي. ماذا تقول أيها الأحمق؟ أنا والملائكة لا نجتمع في مكان واحد. الله، على رسلك يا سيدي. ولقد خسرت معركة، ولكن الحرب ما تزال طويلة مع المسلمين من الآن إلى يوم الدين.